ذكرت في محاضرة قديمة إلي كيف أنه بول سيزان الرسام العالمي الفظيع، محاضرة قديمة إلي، بول سيزان الرسام الشهير جدا على مستوى العالم، مكث 5 سنوات إخواني وأخواتي وهو يرسم لوحة غروب الشمس، المشهد القرآني الذي أقسم الله به تبارك وتعالى، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، أنا مستوعب في هذا الموضع؟ لا، بمعنى إيه؟ الليل أقبل والصبح أقبل أيضا لأسباب خاصة. المهم 5 سنوات سورة الفلق هذا نفس الشيء، 5 سنوات. بعد 5 سنوات جاءوا الوكلاء، وكلاء الإنتاج، الصحفيون يريدون أن يأخذ هذه اللوحة إلى المعرض، فقال لهم بعد 5 سنوات وبعد أن حملوها قال لها اكشفوا النقاب عنها لألقي نظرة أخيرة، فألقى نظرة هكذا قال أعيدوها، إن 5 سنوات ليست كافية لتصوير لحظة غروب واحدة. في طريق الفنان يسألون ما الدليل على وجود الله؟ انتبهوا، هذا السؤال، هذا السؤال لا يسأله إنسان يحتفظ بطهارة الفطرة، ولا يسأله فيلسوف بعقل عملاق، ولا يسأله فنان بذائقة فنية نابضة يقظة، لكن يسأله إنسان اختلط عليه الأمور، له فيلسوف وله فنان وله فطر بريء مسكين اختلط عنده ويا الأمور والأوراق، لابد أن نعيد ترتيب أموري، لكن من حقه أن يسأل، هذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. بول سيزان قاعد يرسم لوحة غروب الشمس 5 سنين، 5 سنين، بعد 5 سنين قالوا هلكتنا وتعلن عنها وكذا، يا خلص طلعها على مخلي الدنيا تتنور بها، قال ماشي تعخذوا يلا خلصتها، وحط عليها ايش الغطاء، كم ياخذوها قال لحظة نظرة أخيرة، نظرة أخيرة بس أشوف، كشفوا عنها شو الفنان، الله يعطينا حس الفنان، هذول الناس عجيبين فنانين، شافها هيك هز راسه ولا لا تأخذوها، قليلة هي 5 سنوات لتمثيل لحظة غروب.